هم سؤالين أو ثلاثة ارتبطوا بالبنك المركزي ولهي نجاوب عنهم ولهي نعطي الكلمة على ذاك معالي الوزير يرد الأسئلة حوله. السؤال الأول يرتبط اللي سولتوا عنه من قد الاحتياطي النقد الأجنبي، وياك نعود صريحين، ياك نعود واضحين لنعطيكم الأرقام الدقيقة واللي من خلالها تقدروا تأكدوا منها مولي من جهات أخرى. إذا اليوم يوم الاثنين 26 أغسطس 2019 يبلغ احتياطي البنك المركزي الموريتاني من العملة الصعبة 1,048,258 دولار أمريكي. ياك نعود قضية مثلا الرقم واضح، هذا اليوم، هذا الرقم اليوم دور تعود مليار 0,048,258 دولار أمريكي. هذا يكفي لتغطية تقريبا حوالي 6 أشهر من الواردات، وهذا قد يقارن مع 649,679,512 دولار أمريكي نهاية 2014، وقد كذلك يقارن مع 238,461,133,000,000 دولار أمريكي سنة 2009. 238,461,123,000,000. هذا يعتبر هذا المستوى مريح بالنسبة لاقتصاد البلد. ونختار نقول عن ما يقد احتياط البنك المركزي ولا يقد يعود، هذا يلا يعود واضحين هم اللي عليه، موضوع على الممارسات الخاطئة، هذا مولي يلا يعود واضح للناس كان به اللي يتم تدقيقه مرتين للسنة، وهذا التدقيق لا يعدله مكتب دولي من أكبر مكاتب العالم، واليوم عندنا معاه تقاعد كل 3 سنين تقريبا، واليوم خارج مكتب دولي قالوا كاب بي ام جي دورت عود وحاسين به كامل، من المكاتب الخمسة والله الستة والله العشرة اللي أعلى مثلا العالم. هذا هو اللي عدل التدقيق مرتين للسنة حول احتياطي النقد الأجنبي الموريتاني البنك المركزي الموريتاني. أنا هذا قد يتم الاطلاع عليه على موقع البنك المركزي الموريتاني حد داخله من الشك، مشينا عندنا بعد إلى حد داخله من الشك اللي قلناها له غير العدل. ونختار نقول عن مولي هذا الاحتياطي يتم إيداعه للبنوك مركزية أجنبية، معناها عنه بنك دي فرانس وفيدرال ريزيرف بنك من ليزيتازوني، معناها عنه ما يقدر يصح فيه هذا التلاعب اللي تقدم مدة شد أخبار. معناها عن أرقام دقيقة وروايتها واضحة.